لك الحمد يا إلهي بما جعلت النيروز عيدا للذين صاموا في حبك وكفوا أنفسهم عما يكرهه رضاؤك. أي ربي اجعلهم من نار حبك وحرارة صومك مشتعلين في أمرك ومشتغلين بذكرك وثنائك. أي ربي لما زينتهم بطراز الصوم زينهم بطراز القبول بفضلك وإحسانك، لأن الأعمال كلها معلقة بقبولك ومنوطة بأمرك. لو تحكم لمن أفطر حكم الصوم إنه ممن صام في أزل الآزال، ولو تحكم لمن صام حكم الإفطار إنه ممن أخبر به ثوب الأمر وبعد عن زلال هذا السلسال. أنت الذي بك نصبت رايته، أنت المحمود في فالك، وارتفعت أعلام، أنت المطاع في أمرك. عرف يا إلهي عبادك هذا المقام ليعلموا شرف كل أمر بأمرك وكلمتك وفضل كل عمل بإذنك وإرادتك، وليروا زمام الأعمال في قبضة قبولك وأمرك، لئلا يمنعهم شيء عن جمالك في هذه الأيام التي فيها ينطق المسيح الملك لك يا موجد الروح، ويتكلم الحبيب لك الحمد يا محبوب بما أظهرت جمالك وكتبت لأصفيائك الورود في مقر ظهور اسمك الأعظم الذي به ناح الأمم إلا من انقطع عما سواه، مقبلا إلى مطلع ذاتك ومظهر أتفاتك. أي ربي قد أفطر اليوم غصنك ومن في حولك بعدما صاموا في جوارك طلبا لرضائك. قدر له ولهم وللذين وردوا عليك في هذه الأيام كل خير قدرته في كتابك، ثم ارزقهم ما هو خير لهم في الدنيا والآخرة، إنك أنت العليم الحكيم.